لكل اللي بتعاني زي حالاتي كده في الشتاء من البشرة الجافة وجفاف الجلد، تعالوا يلا نعمل مع بعض الماسك التحفة ده. بيطر الجلد جدا، هيخلي بشرتك ناعمة وطرية وحلوة كده. يلا تعالوا ابدأوا معايا الفيديو كده ونعمل الماسك مع بعض ونشوف المكونات بتاعتنا. هي مكونات سهلة ومن البيت، هنحطها خطوة خطوة كده مع بعض. حطوا لايك للفيديو ويلا نبدأ كده. نقول بسم الله. جبنا كده بولة او طبق، وباجي بجيب موزة كده اهرسها في الطبق ده، نص موزة نص بس كده اللي هنحتاجه. فبنهرسها كويس بالشوكة زي كده. وخلي بقى الموزة اللي انت تجيبها كده تكون مستوية، دي بتبقى احلى في الاستخدام كمان في الماسكات. الموزة اللي هو مستوي بزيادة، يعني مش طرية قوي، لا يعني تكون مستوية، يكون القشرة بتاعتها عملت لون بني كده، دي بتبقى احلى في الاستخدام. بعد كده هجيب عليها معلقة من الزبادي، وبعد ما هرست الموزة ونص موزة زي ما قلت لكم، هنحط عليها معلقة من الزبادي وهنهرسهم برضو وندمجهم مع بعض جدا. لحد كده خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش، في مكونين كمان هنضيفهم برضو واحدة واحدة كده. بس لازم كل حاجة ننزل بيها نمزجها كويس قوي في الخليط. بعد كده معلقة من عسل النحل، وكلنا عارفين فوائد العسل النحل اللي هو العسل الأبيض، بتحطي منه معلقة كده وبتمزجيها برضو مع الزبادي كويس جدا. تمام كده، جربي بقى الوصفة دي وادعيلي، اكتبي لي كده بجربيها وان شاء الله هترجعي كده هتتبسطي قوي منها. بس قبل ما تحطوا الماسك ده على وشكم، الافضل ان انتوا تروحوا بقى كده تغسلوا وشكم بميه سخنه، او تعرضي لبخار ميه علشان المسام تتفتح كده، يوم البشره تتغذى منه تستفيد من الماسك. بعد كده بعد ما مزجت كده الزبادي بالعسل بالنص موزه، هنضيف بقى الاضافه الاخيره دي، والاضافه الاخيره دي تحفه، دي كده مضاد أكسدة اللي هنضيفها، دي مضاد أكسدة كمان مفيدة جدا، بترطب البشرة. فتعالوا يلا نشوف المعجزة والسحر دي. دي كبسولة فيتامين اي او فيتامين ه، بتجيبي شريط منها وتخليه عندك للوصفات. بتفضي بقى الكبسولة الصغيرة دي على الخليط، مضاد أكسدة وترطيب للبشرة عالي جدا. هنقلبهم كويس جدا برضو مع بعض، بنحطهم على البشرة بعد ما بيمتزجوا كويس، نحطهم على البشرة لمدة 20 دقيقة. بعد ال20 دقيقة بتلاقيه خلاص هو بدأت البشرة شربته ونشف وكده. بعد كده بتغسلي وشك وبتنشفيه بالراحة، لأنه هو بيكون خلاص اترطب وبقى مية مية كده وحلو. وادعيلي بقى على الوصفة دي وسلام.